مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وإليكم موجز الأخبار. أكد عضو مجلس السيادة الهادي إدريس يحيى إن زيارة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو لولاية جنوب دارفور تهدف للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، خاصة محلية بليل التي شهدت أحداثا مؤسفة راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن. وأوضح في تصريح صحفي أنه تم خلال الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارات الأهلية ورجال الأعمال، وقال إن الاجتماعات ركزت على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل لكشف المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم، فضلا عن العمل على عودة النازحين الذين هاجروا المنطقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأحداث ومنع ظاهرة الإفلات من العقاب. وأكد الهادي هدوء الأوضاع الأمنية بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر شمولية اتفاق جوبا لسلام السودان وعدم الرجوع لمربع الحرب مرة أخرى، داعيا الجميع للمحافظة على مكتسبات السلام. وقال خلال مخاطبته جماهير منطقة عاد الخير بمحلية كرنوي بولاية شمال دارفور أمس إن دارفور عانت من التهميش خلال الفترات السابقة بجانب أطراف أخرى من السودان، مؤكدا أن من واجب الدولة تحقيق العدالة بين كل أبناء الشعب السوداني. احتفلت الفرقة 19 مشاة بمروي بالذكرى 67 لاستقلال البلاد، وذلك في إطار احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال المجيد واحتفالات القوات المسلحة بأعياد الاستقلال المجيد وأعياد القوات المسلحة. واشتمل الاحتفال على طابور سير عسكري ومحاضرة بعنوان استقلال السودان المجيد. قام معتمد اللاجئين في السودان موسى علي عطرون بزيارة تفقدية لمعسكرات اللاجئين الجنوبيين بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض، وقف من خلالها على الأوضاع بمعسكر الجمعية واستمع لتنوير شامل من عدد من اللاجئين ومستوى الخدمات المقدمة في الإيواء والغذاء والصحة والتعليم ومياه الشرب واحتياجات فريق التسجيل ومواد الإيواء للاجئين الجدد الذين تم ترحيلهم عبر معبر الجودة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الموجز، في أمان الله.